من البعيد من بلاد اسمها المهدية. بل هذه المهدية سماوها الفاطميين، اما هي قبل عندها حضارة عريقة بتاع اكثر من 10,000 سنين، وكانت تسمى هيبون. هيبون هذاك القصر المشترك مع ابو زرق اللي كانت اسمها هيبو زاريتوس ايتوس. ايتوس يعني الطريق، زار يعني زيتون، زار مدين يعني مدينة الزيتون. هذاك القصر مشترك معاهم ومع هيبو ريجيوس في عنابة. يعني الثلاثة هذوما كانوا مدن، كانت مدن عواصم الحضارة توا 10,000 سنين. يعني وقت اللي تقول اليوم تحب تجري صاروخ تمشي للعواصم اللي يصنعوا الصاروخ، هنا ايبو هو الحصان. ففي العهد هذاك الحصان بمثابة الصاروخ اليوم. احنا اليوم باش نتحدثوا على اكثر من الصاروخ، على غادي من الصاروخ، بحيث عواصم المستقبل. وهذا يشرف الشباب اللي هو مسؤول على التقدم القصدي اللي باش تقع كما سنراها عبر المحاضرة كبيرة واسعة باش نلخصها مرة أخرى للي ما حضروش، وحتى للي حضروا باش يراوا الخيوط اللي موجودة بين الحوادث اللي قلتها العلمية اللي قلتها المرة الأخرى. ثم نعملوا صبركم صغير ياسر، لأن هاي باش نعطيكم علم بتاع 2500 سنين في ساعة منزلة. هو الفايدة بقى احنا نعرفه، وين هذاك الكل جاي نعرفه، وبس نطلعوه مع بعضنا ونشوفوه في ساعة من زمان. 1500 سنين في ساعة من زمان يتطلب مجهود كبير ياسر، حيث يلزم انتم نتعاونوا مع بعضنا عليه. ومن غادي الانطلاق وهذا تراو وين منين باش نبداو، لان الشيء اللي وقع هذا الكل قبل اللي قلنا في المحاضرة اللي فاتت الملخصة هو ان استنتجنا ان قراءة الوجود هي قراءتان، قراءة العلم وقراءة الايمان. العلم والايمان معهم يعني الحس والفكر، عالم الحس لمود لابيزير وعالم عالم الحس وعالم الفكر يعني لمود ديزيدي، يعني لو سافوار اي لو كروار، يعني العالم لا سيونس لا كونسيونس. هذوما اللي بيناهم في امثله محسوسه. اول مثال قلناه هو النقطه لا ماس لا بارتيكول. قلنا لا بارتيكول اون بارتيكول دو ماس ام هي بارتيكول دو ماس ام بونكتويل، وهي موجه اللي هي في فاكل هنا والان، وهي ايضا دائما وفي كل مكان، دائما في مكان وفي كل مكان موجه. هي هوني هي بارتيكول ماسي ان ميم طون سي اون ماس اي سي اون اون ان ميم طون الي اي سي اي ميتنان ماس اي الي اون اون الي بارتو اي توجور. اون اي بارتي دو بوين ماسي ونجزنا لانسامبل دو بوان، سيتادير لو سيركل. لو سيركل هذا كي ريون ار ان ديامتر دي، قلنا لو سيركل تو لي سيركل دو بلان توس باس بار دو بوان سيكليك سور لا دروات دو لانفيني. يعني نجم نقولوا احنا لو سيركل في لانسامبل دي بوان équidistant à un point centre. Le cercle est l'ensemble des points équidistants à un point qu'on appelle centre. Et en même temps, il dit qu'il y a un peu dans un autre domaine auquel on ne peut pas avoir accès. Pour aller à l'infini, on n'est pas arrivé à atteindre l'infini. Eh bien,
Eh bien, on n'atteint pas l'infini, et pourtant, on peut définir le cercle par l'infini. Le cercle, c'est une courbe du second degré qui passe par les deux points cycliques. C'est une définition. Yani, l'arz ou le sema, ma yaqa fa l'arz, ou fi sema, متصلين بعضهم هذا متصل بالاخر ça c'est le point ça c'est un ensemble de points le rapport du diamètre au cercle est incommensurable il dit qu'elle nous dit sous هذا la longueur du cercle par centimètre le centimètre mais qu'est-ce que ce diamètre il dit qu'elle diamètre qui sous par centimètre le cercle m'a tassé par centimètre ce n'est pas propre au cercle احنا خدينا le cercle المرة اللي فاتت باش نفسرو توا اللي يحب يتحدث الواجه ceci n'est pas propre au cercle toutes les courbes de second degré l'hyperbole la parabole je prendrai même le plus faible c'est le carré la diagonale du carré et le pourtour du carré sont mesurés par deux unités complètement différentes. Maintenant, autrement, ils sont incommensurables. Hadei, si je mesure ça par le centimètre, hadei, je ne peux pas le mesurer par le centimètre. Vous savez bien qu'il y a un radical, donc c'est un nombre irrationnel qu'on ne peut pas atteindre. Donc, il fait partie de l'infini. Alors, même à l'intérieur, toutes les figures, tout, quelles qu'elles soient, sont de cette nature-là. Alors, يا هل ترى هذا الشيء اللي يقع اتصال الارض بالسماء يعني قلنا لا فيني هو بطاقه ثانيه لا فيني مش معناها بعيد لا ما هو بحداكم انتم ما توصلوش لا براف خذينا زيرو اللي هو بحداكم انا خذينا زيرو اي انا بيكون في باتاندر زيرو pour raison d'infini alors on dit plus zéro moins zéro نلعبوا بالزيرو اما زيرو نفسه ما نوصلوش حتى واحد وصل à tel point que le zéro définit pour les physiciens le trou noir yani, à partir des dimensions de Planck tire dans le zéro on dit que c'est le vide on dit pas mal de choses mais on ne peut pas l'atteindre à faire, c'est des horizons alors dawa il en wa huna l'ilm chouyam bil burhan yani l'en وبالتجربة يعني هون نعملها باش نوصل للقاعدة على une équation على une relation une formule qui s'applique toujours et partout انا عملتها هنا في بنزرت s'appliquera sur la lune s'appliquera sur Mars عملتها اليوم s'appliquera dans 20 ans dans 30 ans c'est ça le l'objectif de la science transversa الان وهنا ويسعى الى دائما وفي كل مكان هذه المثل هذه اليوم في الملخص هذا في وسط الملخص هذا حب ندخل ثلاثة حوادث وقعوا لي لكني باش تفهموا المثل اللي هي ماتيماتيك ولا هي فيزيك ولا هي الوجود احنا قلنا قراءة الوجود مش قراءة الماتيماتيك ولا الفيزيك ولا البيولوجي قراءة الوجود باش عنا ثلاثة حوادث باش نقولهم وقعوا لي ليالي شخصيا باش تراو كيفاش كل الوجوه بالصفة دي بأي صفة الشيء هنا والآن ولكن عنده اتصال بأب دائما وفي كل مكان الشيء في الأرض وعنده اتصال بالسماء الحادث هو اللي أقول لكم عليه هو اللي استشرت يوم من الايام في السبعينات باش نتعلم لا جينيتيك تعرفوا لا جينيتيك او نسمى بيولوجيا الثلاث تعلمت شويه جينيتيك جيت نشوف في جينيتيك مرة خمسة مسائل اوكا يجي لي فما ارتيكل الماني الفرنسي الامريكان ولا واحد يقدر يطلع وصل لي في الوقت وقد هنا من ذلك وقت اللي يوصلهم معناها البحث يوصل
ايه انت عاوز عليه يبعد عليه؟ اه يا سلام بس اقول لك يا محمد نقول لكم منهم اثنين الخمسه اللي لقيتهم اني في جنتي يهربوا منهم. قل لك منهم اثنين علاش خاطر يتصلوا بالدنيا الاخرى بالسماء؟ هذا شيء متصل قلت لك السماء والارض متصل بعضها كل العلم كيف هذا قول وهو اصبح اعرج وانقلب على اهله لهذا السبب لان ما اخذوه كان هنا والان ولكن ما درسوش ابدا وفي كل مكان. اني وصلت قلت لك خمسه نقاط منهم اثنين حاجه بسيطه يلزم مش لازم تكون بيولوجي بس يفهمهم اي انسان يفهمهم. النقطه الاولى هو الخلايا اللي مكونوني يعني مكونين الدبانه مكونين الفيل مكونين الخلايا هذوم مكونين من خليه اولى واحده يعني هم كلهم كيف اللولة. شكون اللولة معناها الكتاب اللول ما هو الكتاب جينيتيك تحل جي الكتاب وتحل في ورقة قال الخلية دي تولي كبدة وتحل في ورقة أخرى قال وديك تولي جلد. شكون اللي حل الكتاب باش الخلية كي تمشي للورقة للجلد وشكون اللي حل الكتاب باش الخلية دي تولي خلية كبدة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني هما اللي عندنا ما تعرفوا ما بين 500 مليار خلية وكلهم كيف معناها والخلايا بتاع البشرية الكل كانت كيف بعضها يشابهوا لبعضها ما الكتابة ما هيش كيف أما الكتاب هو لكني يقول قائد العشرة مليارات خلية العشرة هيك توا العشرة مليارات خلية هذوما كنا بين 500 مليار خلية الخلايا هذوما شكون ينسق بيناتهم؟ شكون يقول للخلايا الثانية باش تخدم توا والاخر يقول له باش تخدم بعد شكون اللي ينسق بيناتهم؟ يلزم التنسيق من جملة الاسماء لقيت